ثبات ومصابرة، صفتان متلازمتان طبعت المتظاهرين في جميع ساحات الاعتصام في العراق. هنا في كربلاء لم يختلف الحال، إصرار على البقاء حتى تحقيق الأهداف التي رسمت من أول يوم انطلقت به الثورة. هذه الحكومة والمشاريع هي أصلاً مشاريع فاسدة ومهيمنة، ولا يمكن السكوت على فسادهم. إن الله مع الحق، وهذه الجموع الهادرة والأصوات المدوية ترفض كل مشاريعهم، وأما يأتون برئيس وزراء جديد باختيارهم هذا لا يمكن القبول عليه، لأن الفاسد لا يمكن أن يعود. ما يقارب 3 أشهر إحنا مستمرين بهذه الثورة، الثورة الإصلاحية اللي هي مدينة الإمام الحسين. الإمام الحسين خرج من هذه المدينة، من هذه لهذه لإنضاج لإتضاح لهذه الناس أن الثورة تبدأ ولن تنتهي. ورغم تعرض الحراك الشعبي في هذه المدينة إلى القمع على يد القوات الحكومية والميليشيات، إلا أن المتظاهرين يرفضون العودة إلى منازلهم طالما لم ينتهي التدخل الإيراني في شؤون العراق، ولم يحاسب الفاسدون والمتاجرون بالدين الذين استباحوا دماء العراقيين. خلال 16 عام لم نرى منهم شيء سوى الطائفية والعنصرية والفئوية والحزبية والميليشيات. أقوالهم أصبحت كاذبة، لقد جاءونا باسم الدين والدين منهم براء، فتحملناهم 16 عام فلم نتحملهم بعد 16 يوم، ربما نمهلهم 16 يوم بكل سنة يوم واحد، أعطيناهم 16 عام فنقول لهم إن الشعب العراقي قد سأم منكم ومن وجوهكم ومن أحزابكم ومن ميليشياتكم. المعتصمون المرابطون في ساحة التربية وسط كربلاء انضموا لدعوات الإضراب عن الطعام التي نظمها المعتصمون في سائر ساحات التظاهر، كتعبير عن صمودهم ورفضهم لمحاولات الأحزاب الالتفاف على مطالبهم عبر إجراءات شكلية تحاول ذر الرماد في العيون. اليوم أعلننا الإضراب عن الطعام، وسيستمر إضرابنا إلا في حالة تحقيق المطالب، فبالتالي هذه الرسالة نبعثها اليوم من فلكة الأحرار، فلكة التربية، فلكة الشهداء، نبعثها إلى المعنيين بالأمر من أجل فسح المجال لشرفاء العراق بأن يقودوا البلد وأن لا يجعلوا محاصصة فيما بينهم. كذلك أعلننا الإضراب من أجل رفضنا لقصي السهيل، الورقة الفاسدة التي طرحوها ليكون رئيس الوزراء المرحلة القادمة. استمرار الإضراب بالطعام مستمرين احنا به لحد تحقيق المطالب. لو نعرف نموت من الجوع ونعرف نموت خلي يوصل صوتنا للعالم كله، خلاص احنا ملينا، يجيبوننا يساومون بينا. يعني احنا كشباب عراقيين رافضين هاي العملية السياسية اللي المحاصصة تصير، جايبين يجيبون السير ساعة يجيبون لي ما ادري من هو ويجيبون منا ويخلون منا محاصصات بيناتهم. احنا كشباب كربلاء رافضين هاي العملية اللي داعي تصير داخل قبة البرلمان. ثبات على المبدأ وتنوع في الأساليب السلمية وإصرار على تحقيق الأهداف، رسالة واضحة من ساحات الاعتصام رداً على تعنت أحزاب النظام ومماطلتها وعدم إدراكها أن الزمن قد تجاوزها ولم يعد بإمكانها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء.